يقول السائل: أولا أشكر الله على أن يزيد الأحكام الحمد لله الذي أحسن. ثانيا: ألست معي أن بعض إخواننا ومشايخنا تسببوا في إخزاء الناس والتخويف من السلفية وقدموا ذريعة للعلمانيين والكارهين لهذا المنهج مثل شيخ القصر المفتي وغيرهما بشان حملات تشويه هذا المنهج سبب بعض الكلمات الغير المناسبة في هذا الوقت وإن كانت حقا لا ننكرها مثل بذرة الصناديق والحديث عن عالم توليه النصراني طبعا هذه إجابة والحديث عن عالم توليه النصراني للرئاسة وهي مسألة مستبعدة جدا إن لم تكن محالة فهي تقصير قاسي أما كان يسعون السكوت عن مثل هذه المسائل وغيرها في هذا الوقت مما قد يثير علينا الكبار دون جلب الآن لإثارتها أرجو النصح والتوجيه وجزاكم الله مسألة أنه في سؤال آخر يقول بعض الناس اعترضوا على قول الشيخ الجليل محمد حسين يعقوب بجملة بذرة الصناديق نفس الجملة الدعوة السلفية التي عرفناها منذ أكثر من 30 سنة من السبعينات عليكم السلام والله وبركاته من السبعينات إلى الآن دعوة ربانية تدعو الدنيا لأهل الدنيا وتخالط الناس بالدين وتحبب الناس في دين الله عز وجل وفي الوقت نفسه تقوم بجميع الفروض الكفائية فهي تبني المستشفيات المدارس تطبب المرضى تعلم الناس وتقوم بأشياء كثيرة خدمية نافعة فنحن لا ينقصنا شيء حتى نجالد أهل الدنيا دنياهم فما يتعلق بعدم جواز تولية غير المسلم ولاية عامة هذا شرع الله عز وجل يعني كل كتب الفقه السياسي في الإسلام كالأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء وكتاب الخراج ليحيى بن آدم وكتاب الأموال للقاسم بن سلام والسياسة الشرعية لابن تيمية عليه رحمة الله والأقوال في ذلك كثيرة متضافرة أنه لا يجوز أن يلي الكافر المؤمن في ولاية عامة لا يجوز قال الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دي مسألة شرعية ولذلك أجمع أهل العلم أن شرط الولاية العامة الإسلام ده إجماع هذا إجماع والإجماع لا يجوز أن ينقض لا يجوز أن ينقض يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني من مين من الناس ولا من الذين آمنوا الخطاب موجه للمؤمنين يبقى وأولي الأمر منكم أي من المؤمنين إذا شرط أن يكون ولي الأمر من مين من المسلمين بنص القرآن فالذي يقول بإمكانية جواز أن يكون ولي الأمر غير مسلم إذن هذا مخالف لنص القرآن مخالف أيضا لماذا؟ للإجماع قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره قال الشافعي عليه رحمة الله وهذه الآية دالة على إجماع المسلمين فإجماع المسلمين حجة فكيف يجوز أن نرد نص القرآن وحجة الإجماع لكي نطامن خاطر أمريكا وإسرائيل كيف ذلك الأمر هذا دين ربنا ولذلك من مخاطر انزلاق الدعوة في معترك السياسة أنه ربما في المستقبل تتغير بعض المواقف هذا لن يتضح الآن ولكن في المستقبل بعد 2-3-5-6-10 ستتغير بعض المواقف ممكن نقبل باب الديمقراطية ونقول الديمقراطية الإسلامية بالمدنية المدنية الإسلامية هناك بعض المشايخ الآن يقولون الدعوة السلفية تنادي بمدنية
لها أصول إسلامية. كلام فظيع، كلام فظيع، دعوة واضحة تماما منذ عشرات السنين، منذ عشرات السنين ليس فيها حيد ولا ميد، واضحة. لا نجامل أحدا، لا نجامل أحدا، حتى ولو لم يبق على ظهر الأرض إلا مسلم واحد لن نجامل كافرا، لأن سر قوة الدعوة الحق الذي تتبناه. فلو منا مع المائلين وتوارت أقوالنا لنطامن الناس لأصبحنا في خبر كان. لما يجي البرادعي يقول أنا أمنيتي، نسمع كده أمنية البرادعي، أمنيته إيه للرجل ده وده مرشح من المرشحين، أمنيته إيه؟ أمنيته حاجة من اتنين، أمنيته إنه ميسه مرة يتلاقي حاكم مصر واحدة ست، ولما حصلتش ديت الأمنية التانية إن يشوف حاكم مصر نصراني، ده أمنيته، هذه أمنيات هذا الرجل. وكذلك كل المرشحين للرئاسة كلهم أسوأ من بعض، يتفاوتون في السوء، كلهم كظلمة البحر السادر إذا أخرجت يدك لم تكد ترها، كلهم والعياذ بالله. ولذلك دي مسألة خطيرة، مسألة خطيرة، إن الضمان لنا أن يستمسك الشعب بالدين، هذا هو الضمان الوحيد، أن يستمسك الشعب بالدين وأن يحب الشعب الدين، ده الضمان الوحيد. والله تعالى المستعان.